بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقه جديده. تحذير جديد من البنك الاهلي، وعلى فكره اللي بيحصل ده بيحصل على كل ماكينات الاي تي ام، يعني بيحصل في البنك الاهلي وبنك مصر وكل بنوك مصر كلها. اي حد معاه فيزا يا جماعه لازم يسمع الفيديو ده للنهايه، واي حد بيتعامل من خلال الاي تي ام ومش بيدخل البنك او مكتب البريد لازم يكون عارف ان ده ممكن يحصل معاه في اي وقت. الكارثه هنا ان اللي هقوله لحضرتك ده حصل مع حد تعليمه جامعي، يعني حد محاسب خريج كلية تجارة. المشكلة دي حصلت معاه من كام يوم، بدأنا نسمع عن الموضوع وبدأنا نشوف تحذيرات من البنوك، ولكن كل مرة البنوك بتعمل تحذيراتها وفي ناس بتقع في الأخطاء دي. الأخطاء دي كلها بيبقى سببها إهمال من حضرتك. تعالوا نشوف مع بعض إيه الحكاية، لكن يا ريت لو حضراتكم مشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حضراتكم منا كل جديد. ده مش أول فيديو نعمله لحضراتكم للتوعية ولا للتحذير، ولا دي أول مرة البنوك تطلق تحذيرات لحضراتكم وكمان البنك المركزي، ولكن بيفضل برضو في ناس بتقع في نفس المشاكل دي، ولكن النصاب بيكون أذكى من حضرتك، كل يوم بيكون عنده طريقة جديدة للنصب. طيب أنا قلت لحضراتكم كتير جدا إنه من السهل جدا الفيزا كارت بتاعت حضرتك تكون سبب في سرقة فلوسك. هتقولي انا محافظ على الفيزا، انا قلت لحضرتك قبل كده في حلقه عملتها انه فلوسك ممكن تتسحب من الفيزا، وكمان الفيزا موجوده بتاعت حضرتك في جيبك او في شنطتك او في المحفظه بتاعت حضرتك. علشان كده انا قلت لحضراتكم انه في تكنولوجي جديده او ماكينه جديده، هو بس بمجرد ما بيقربها من شنطه حضرتك بيقدر يخترق الفيزا. قلت كتير جدا عن حل المشكله دي انه حضرتك هتجيب الفيزا بتاعتك وتلفها جوه ورق اللي هو الفويل او الورق الالومنيوم اللي بيجي لنا فيه الاكل من بره ده، او اللي ست البيت بتستعمله في البيت. هتعمل من الورق ده طبقتين وتحط الفيزا جواها. استحاله استحاله بعد ما غطيت الشريحه المعدنيه اللي موجوده في خلف الكارت او اللي في اول الكارت دي، استحاله انه انت بعد ما غطيتها بورقه الفويل دي طبقتين حد يقدر يخترقها. هتقولي هو يقدر يخترقها، ولا حضرتك بمنتهى البساطه يقدر يخترقها والماكينه دي بقت موجوده او التكنولوجي دي بقت موجوده فعلا مع النصابين دول. طيب الحاجه الثانيه قلت لحضرتك كتير جدا، ما ينفعش خالص حضرتك تكتب تكون الفيزا موجوده في محفظتك او في شنطه حضرتك ولانه انت بتنسي من مشاغل الحياه، وكلنا بننسى الحقيقه، انه حضرتك تكوني كاتبه رقم الفيزا وحطاها جنب الفيزا او في نفس الشنطه. حضرتك كده اديتي له خزنه ومفتاحها بمنتهى البساطه. اتسرقت منك، اتسرقت لا قدر الله الشنطه، وقعت المحفظه، اي شيء اي شيء، حضرتك كده اديتي له خزنه ومفتاحها. ده كده بالنسبه للحاجات البسيطه. الحاجه اللي بعد كده انه يكون حد مثلا، انا الكارثه اللي مجهزاها لحضراتكم دلوقتي انه اللي عمل كده كمان حد مش جاهل، يعني اللي اتعامل معاه الموقف ده حد مش جاهل، ولكن ممكن يكون حد من اهالينا ومش متعلم، ممكن يكون في حد مش متعلم او ما عندوش القدره على انه يتعامل مع ماكينه الاي تي ام، فيدي لحد يقول له لو سمحت يا ابني اسحب لي، لو سمحت يا بنتي اسحبي لي، وده كله احنا كلنا بنشوفه امام ماكينات الاي تي ام. لو حضرتك او حضرتك مش بتعرفي تتعاملي مع الماكينه في الايام اللي احنا فيها دي، هقول لحضرتك لا ما تعملش كده خالص، وتتخيلش ان الناس كلها ممكن تبقى امينه، مفيش حاجه اسمها الكلام ده. حضرتك يا اما تدخلي البنك وتاخدي دور وتقعدي وتنتظري وتسحبي فلوسك، او تروحي البريد وتاخدي دور وتنتظري وتاخدي فلوسك، او انه ابن حضرتك او ابن حضرتك هو اللي يسحب لك فلوس. طيب كل ده ماشي. طب تعالوا نشوف بقى الراجل اللي معانا النهارده ده راجل متعلم وجامعي، يعني وصل لقدر من العلم لا يستهان به، يعني ما شاء الله المفروض انه ما يتعملش معاه كده، ولكن النصاب دايما بيكون اذكى من حضرتك. الراجل ده كان رايح يسحب مبلغ مثلا تقريبا سمعنا 1000 جنيه او 2000 جنيه حاجه زي كده، احتاج لفلوس هو ماشي في الشارع، فاخد الفيزا بتاعته وقال انه هيسحب 1000 ولا 2000 جنيه قبل ما يروح البيت. فلما راح عند ماكينه الاي تي ام لقى زحمه زياده شويه، فلقى اكتر من 3 أو 4 سيدات واقفين حوالين الماكينه، يعني تقريبا مغطيين الماكينه، هو مش شايفها اصلا، هو بيشيلوا فيزا ويحطوا فيزا، يشيلوا فيزا ويحطوا فيزا. فبيقول له، فقال لهم ان هو مستعجل وعايز يمشي، فقالوا له والله احنا واخدين دور ومعانا فيز كتير، معايا فيزة اختي، فيزة امي، اي حاجه. قال لهم طيب. فضل الراجل واقف منتظر، وقفوه فتره زياده شويه. المهم
بعديها بشوية بدأ يزهق، فقال لهم لا أنا عايز أسحب. طب بس والله ده أنا هاخد 2000 جنيه لحظة واحدة، يعني أعمل عملية واحدة بفيزا واحدة وهمشي على طول. فواحدة ست من اللي موجودين قالت له مش هينفع، لو احنا طلعنا من الدور ده فالدور بتاعنا هيروح، احنا هنخلص الشغل بتاعنا أو هنخلص الحاجات اللي احنا هنعملها وبعد كده هنسيب المكنة لحضرتك ونمشي. المهم الراجل زهق من الوقفه، فواحده ست منهم قالت له طب هات اسحب لك ال 2000 جنيه اللي انت عايزهم وبعد كده حضرتك انا هكمل الحاجات اللي انا محتاجاها او اللي انا محتاجه اني اعمله. الراجل تردد شويه وقال لها لا انا اللي هسحب بنفسي. قالت له طيب خلاص انتظر بقى لحد ما احنا نخلص وبعد كده ايه تدخل في دورك. فالراجل زهق فاضطر انه يديها الفيزا، ادالها الفيزا سحبت له ال 2000 جنيه. قالت له هات الرقم السري، ف يعني اتخض شويه ان هي عايزه الرقم السري، فقالت له ايه المشكله انا هسحب لحضرتك وانا لسه ساحبه للست اللي ورا حضرتك من شويه اللي كانت واقفه. وبالفعل ده حصل قدامه، يعني دي تمثيليه عملوها عليه وهو واقف عادي جدا. ادالها الرقم السري سحبت له ال 2000 جنيه، اديت له ال 2000 جنيه بتوعه وادت له الفيزا، قال لها جزاك الله خيرا وخد فلوسه ومشي وفيزته ومشي. الراجل بعديها بكام ساعة اتفاجئ انه جاي له رسالة بانه تم سحب 20000 جنيه من حساب حضرتك الشخصي، 20000 جنيه وكمان ال 2000 جنيه الاولانيين. طبعا ال 2000 جنيه دخلوا في الحد الاقصى، يبقى كده حضرتك سحبت 20000 جنيه، يبقى هي كده سرقت منه كام؟ سرقت منه 18000 جنيه في اليوم ده. طبعا كتير جدا مننا لما بيجي له الرسايل بيدلتها، طيب ليه؟ لانه احنا شركات الاتصالات زهقتنا كلنا من كتر الرسايل رسايل 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 طول النهار، فحضرتك مش بتتابع الا في اليوم اللي حضرتك مثلا بتسحب فيه فبتشوف الرساله. وعلى فكره كتير مننا للاسف كمان بيأهمل في الرساله ومش بيقراها، عشان كده حابه اقول لحضرتك لما يجي لك رساله من البنك لازم طالما جايه باسم البنك الاهلي او الرساله اللي انت حضرتك متعود عليها، مش الرسائل المضروبه اللي احنا عارفينها دي اللي قلنا كتير جدا انها بتيجي من ارقام وهميه وانها بتيجي من رقم موبايل ورقم مختصر وكل الكلام ده كله، قلنا كتير جدا انه البنك الاهلي رسائله بتيجي باسم بنك اهلي او اي بنك بتيجي باسم البنك مش بتيجي برقم. عشان كده الراجل ما اخدش باله ما بصش خالص، غير لما الرساله جت بيبص لقى انه اتسرق منه 20000 جنيه او 18000 جنيه. يا جماعة أول حاجة لما تكون حضرتك سحبت حاجة من المكنة انتظر، لازم تشوف الرسالة قدامك، شوف ايه اللي اتسحب من حضرتك. الحاجة اللي بعد كده اوعى تدي الفيزا بتاعتك لأي حد في الدنيا، اوعى تكتب رقم الفيزا لأي حد. على فكرة طريقة النصب دي كانت اتعملت من حوالي سنتين ولكن كانت بصورة غير كده شوية، دلوقتي بدأت العصابات دي تظهر من جديد. ايوه الناس للاسف بتاهمل في مدخراتها وبتاهمل في حاجتها وبتاهمل في فلوسها، بنأهمل في الباسورد بتاع الابليكيشن بتاع الموبايل، بنأهمل في كل شيء وفي الاخر احنا اللي بندفع الثمن. طيب لو لا قدر الله ده حصل لي، لو لا قدر الله ده حصل لحضرتك بسرعه فورا اتصل بالبنك خليه يوقف الفيزا، قول له الفيزا بتاعتي اتسرقت وخليه يوقف الفيزا بتاعت حضرتك. هتقول لي مش هيرجع لي الفلوس، اقول لحضرتك للاسف لا استحاله هيرجع لك الفلوس، انت حضرتك كده اتنصب عليك واتسرقت، اتسرقت عشان اهمال حضرتك، اهمالك في انك اديتها الفيزا وسلمتها الرقم عادي جدا بمنتهى البساطه، واهمال حضرتك في انك ما تابعتش الرساله اللي جايه لك من البنك اللي بيقول لحضرتك دايما عن اي حركه بتحصل في حسابك. ده اللي حصل من كام يوم. الكارثه كلها بصراحه هنا انه اللي عمل كده انسان جامعي. اتمنى كده يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لحضراتكم واستفدتوا منه ولو بمعلومة واحدة، بنتظر من حضراتكم لو استفدتوا بمعلومة واحدة يا ريت ما تنسوش تضغطوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. اشوف حضراتكم فيديو جديد وخبر جديد في امان الله.